السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي الحقيقة الكاملة للحكم الزامبي الذي أدار مباراة تونس ومالي. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى وضع لايك لهذا الفيديو أخي المحبوب، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل ما هو جديد بإذن الرحمن. الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي أدار مباراة تونس ومالي أصيب هذا الأخير بضربة شمس وجفاف شديد جدا، مما أدى إلى فقدانه للتركيز وتم نقله للمستشفى، وهو ما تسبب في إعطائه الوقت الضائع في الدقيقة 80، وقام بإنهاء اللقاء في الدقيقة 85، وعاد بعد توجيهات من الطاقم المساعد، وعاد بعدها لينهي اللقاء في الدقيقة 89، وهو الآن يتواجد في المستشفى. دعواتكم له بالشفاء العاجل. مصدر هذا الخبر هو موقع كورة بليس.